وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نفتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير، سهل اللهم لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، نستكمل سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات فيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم في رحمة الله وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا وكيف تكفرون تكفرون كيف تكهم سادي كاتا ديورس زمن فيرارك بدا nefes hemis ne demek? Hava yani ağızdaki ses havayla birlikte akmasıdır. Yani kef harfini telaffuz ederken sukun ya da cezimli halinde tek dediğimiz zaman kef mahracına basarak
هذا إلى بيرليكتا تشكيور تك ك بوسس تك وكيف تكفرون وأنتم تتلى تت تت جنا كافتة كافلة إكسل ده جزم لي قال دي الزمن همس قاتل ما يؤمن طمال وأنتم تت تت وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله رسوله بوردا إتمام الحركات يعني حركة لرد تمام لامك يعني بوردا تام بيرضم جيتمك له لام ضمة لو لو ديل لو له وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله باء لميم يعني ساكن ميم دان سورا بي باء قال دي زمان بوردا إخفاء شفوي getiriyoruz ihfa şefavi nasıl oluyor dudaklar birbirlerine temas ettirerek ama hafif bir şekilde yani hafif bir temas oluyor ve men ya'tasim böyle tam rahat bir mim telaffuzu gibi değil ve men ya'tasim billahi faqad hudiya ila faqad de faqad فقد هدي إلى صراط طيم جنا إتمام الحركات كالون حرف لاردا أنملي طا كسرة طي طي ديل طي ديل طي طا كسرة طي ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا آمنوا اتقوا الله لمسند واو سكون سرك حرف شد لي يعني سكون دمكي برنج حرف سيلجاز دولاي سيلمت قلماز بوردا آمنوا aynı şekilde taqulla taqulla burada vav sukun sonra lam şadda yani şadda dediğimiz zaman sukun demek dolayısıyla sakin 2 sakin 5 beş 5'e gelmez Arapçada birincisini silmek zorundayız ittaqullaha ya eyyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih haq قاتقاته برايا دكت حا إنجا قاف كالن تا إنجا قاف كالن ألف لبلكتا سرة تا ها إنجا حق قاتقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم إلا وأنتم مسلمون نعم جزاك الله خير بسم الله وكيف تكفرون وأنتم تتلى we have here كاف أنت كاف سكون تاء سكون تك تك تت تت the characteristic of these letters الهمس الهمس whisper what that mean when we pronounce them we don't cut our breath تك تك الهمس وكيف تكفرون تكفرون وكيف تكفرون وأنتم تتلى تاء ضمة تاء سكون تت تت تو تو ت وأنتم تتلى عليكم ت
تتلى عليكم آيات الله آيات الله وفيكم رسوله رسوله لام ضم لو لو نط لو لو نو رسوله. We can stop here. وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله يعتصم ومن يعتصم بالله فقد هدي فقد فاق فسوفت قاف سترونج فقد دال قلقلة هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها مد جائز مد جائز منفصل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا آمنوا اتقوا آمنوا ما الطبيعي after the, that we have شدة with the letter همزة وصل so we don't make any mad here نون ضمنوا آمنوا اتقوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا تاء soft قاف strong واو soft. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق also اتقوا الله واو مد but we don't pronounce المد because we have here همزة وصل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا قاف ضم قول لام شدة اتقوا الله حق تقاته تاء كسرة تي T, not T, T, that's wrong. T, حق تقاته. حق تقاته. حاء soft, قاف strong, تاء soft, قاف is middle, ألف strong, تاء soft. So, تجاور حروف. حق تقاته ولا تموتن. تموتن. نون شد غنة تحرك إلا وأنتم وأنتم مسلمون. نعم واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا عين عرب شاية آيت بي هرف أغاز بواز أورتاسندن جلن yani mahracı boğaz ortasından yani boğazın buruz eden bariz olan nokta yani ortası parmağımızı oraya koysak aynı tarafı derken orada titriyor. Yani demek ki oradan çıkmalı. Oradan çıkıyor. Yani derin bir mahraç. Ve ve tasimu ve tasimu bihablillahi واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا تف إن جاء راقوا كلن ولا تفرقوا واذكروا عليكم إذ كنتم burada kaf dammesi bitiriyoruz. Yani kaf dudaklar ileri doğru ileri doğru uzattık ku sonra bu damma sesi bittikten sonra hemen sukun yani cezim durumuna dönüyoruz. Yani düz dudaklar düz olacak. Nerede? Te ihfasını yaparken. Te ihfasını yaparken dudaklar دز olacak. يعني عندما نجري إخفاء التاء يجب أن تكون الشفتين منبسطتين كالسكون. إذ كن أما كاف ضمسنه دوام درك. بولا كن
Yani dudaklar ileri doğru bir şekilde, damme bir şekli devam ederse ihfaya ve kalın bir ses oluyor. Hayır, kaf dammesi bitti. Nun, sukun, cezim, dudaklar düz olup normal şekline dönüyor. Tekrar ta harfine, yani dammasına geçerken, geçtikçe yani tekrar dudaklar ileri doğru uzatırız. Kuntum, kuntum, iz kuntum a'da'a fe'allefe beyne kulubikum. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخو بنعمته إي بردا مد صلة كبرى يعني هادا سورا همزة geldiği için مد جائز منفصل gibi düşünüyoruz ama onun adı مد صلة كبرى 4 veya 5 hareke uzatıyoruz. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ. Burada ih dediğimiz zaman ha aslında kalın bir harf ve tüm kalın harflerde dediğimiz gibi fetha halindeyken kalınlık en yüksek derecesinde olur. Yani mesela burada ha fetha ha burada kalınlık derecesi ya da seviyesi yüksek. Yani en rahat şekilde ses ve kalınlık geçer. Ha, ha. Peki dammaya geçtiğimiz zaman biraz daha düşük oluyor kalınlık derecesi. Yani ses kalınlığı azalır. Ha damma hu. Ha, hu. Ha dammaya geçtiğimiz zaman daha az oluyor. Peki sukun ya da cezim daha da az. Yani dammaliden daha düşük sayılır. İh ve ih. Bilhassa burada önceki harf kesreli olduğu için yani kesre gibi ince ya da ince değil en düşük derecesine iner. Yani kalınlık en düşük derecesinde oluyor. İh, ih ve ama ih demeyiz. İh okuyamayız bu ile. Çünkü ha sukun ve önceki harf kesre kalınlık en düşük derecesinde oluyor. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ حُفْرَةٍ تِمْ تَا كَسْرَة تِمْ اتمام الحركات وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ gene تَهْتَدُونَ buradaki ha sukun ses akıtıyoruz. Ve he, zayıf bir harf olduğu için biraz özen gösteriyoruz. Yani biraz hava fazla akıtıyoruz. He duyulsun ya herkes duysun gibi. Tehtedun. Leallekum tehtedun. Naam. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاوْ فَتْحَ وَعَيْنْ سُكُنْ وَعْ همزة وصل always we don't pronounce it in the middle of the word sentence وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ بَقَلْقَلَة بحبل الله جميعا وإدغام بالغنة ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا أرسو همزة وصل واذكروا نعمة الله نعمة الله
لفظ الجلالة here strong because before it the letter with فتحة تاء soft sound نعمة وع نعم نعمة الله عليكم إذ كنتم إخفاء أعداء ف also إخفاء مد جائز منفصل required attached مد إذ كنتم أعداء ف إخفاء فألف بين قلوبكم فهمزة فتحة فأصبحتم بنعمته إخوانا. Here we have long صلة 4 to 5 حركة بنعمته فأصبحتم بنعمته إخوانا also خاء سكون إخوة و soft إخوانا و the level of strong letter we have three levels the first one خاء فتحة it's very strong خاء ضمة it's less than فتحة خاء خو also كسرة or سكون like here إخ خي it's more less than فتحة the first one strong خاء فتحة خاء less than فتحة ضمة خو less than ضمة كسرة or like here سكون إخ it's strong but it's not more strong خاء always strong but with this eight we have any letter strong we have three levels of strong فتحة ضمة and the is كسرة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها حفرة من إدغام with غنة merging with غنة من النا be careful with the letter of نا نا it's soft sound in Arabic in English نا نا no here نا نا من النار من النار not النار or النار النار فأنقذكم منها إظهار نون ساكن وذها إظهار كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون آياته ل small صلة بنعمته long صلة here short صلة لعلكم تهتدون هاء سكون is very weak sound be careful with it to pronounce it تهتدونه ته هاء سكون ته تهتدون نعم نكتفي بهذا القدر إن شاء الله